نتابع هذا الحوار مع السفير جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى. سعد السفير، جارة سوريا أو جار سوريا لبنان حكومة جديدة تشكلت برئاسة نجيب ميقاتي، كيف تقيمون عمل هذه الحكومة ومواقف رئيس الحكومة من المحكمة الدولية ومن قرارات مجلس الأمن؟ أستطيع أن أتحدث عن سياستنا أولا، وهي أن الولايات المتحدة تستمر في دعم المحكمة الخاصة بلبنان بقوة، ونحن نعارض فكرة أن بعض أعضاء حزب الله وبعض الأطراف اللبنانية الداعمة لحزب الله يدعون أن لبنان نحن نفرض على لبنان أن يختار بين العدالة والاستقرار. هم يحاولون الفرض الاختيار بين العدالة وعدم الاستقرار. هذا يظهر أن السيد ميقاتي يعلم ذلك جيدا. هناك وعود لإنهاء عصر الحصانة في لبنان من خلال هذه المحكمة الخاصة وتقديم الأمن والأمان الذي يستحقه لبنان من خلال إنهاء فترة الاغتيالات السياسية التي استمرت في لبنان فترة طويلة. نحن درسنا بيان الحكومة التي وافق عليه البرلمان والإشارة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، ولا نفهم لماذا أي حكومة لبنانية تريد أن تقرر التخلي عن هذه المحكمة. ونحث كل اللبنانيين على الاستمرار في تقديم الدعم من أجل هذه الوسيلة التي تعد بتعزيز استقرار لبنان. بيان الحكومة يبتعد عن دعم المحكمة، وموقف رئيس الحكومة الأخير الذي قال إنه في حال كان هؤلاء المطلوبون موجودون في لبنان فإنه سيتم إلقاء القبض عليهم. الآن كما نفهم الأمر وكما قيل لنا أن هناك بحث للعثور أو القبض على من تم إدانتهم من قبل من تم توجيه الاتهام ضدهم من قبل المحكمة الخاصة. وحكومة لبنان تستطيع أن تظهر دعمها للمحكمة التي تم إقامتها بطلب من لبنان. البيان الحكومي هو أمر، وهناك إشارات إلى احترام المحكمة، ولكن كيفية تصرف الحكومة في المستقبل سيكون المحك الحقيقي لمعرفة هل لبنان يدعم أمر طلبه من المجتمع الدولي أم لا. لبنان عضو في مجلس الأمن الآن، وكما قلت من قبل هناك سياسي لبناني شارل مالك الذي ساعد في بناء النظام القانوني الدولي الذي يحمينا اليوم. وأعتقد أن اللبنانيين يفهمون الحاجة إلى الالتزام بالالتزامات الدولية وأن يكونوا جزء من النظام الدولي. هناك مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لوقف المساعدات العسكرية للبنان وبرامج التدريب، هل تتوقعون توقف هذه المساعدات بشكل كامل؟ أنا أمثل سلطة غير الكونغرس، ولم يتم تمرير قانون بعد كما تقول. هناك مشروع قانون، ولكن موقفنا هو أن الولايات المتحدة تريد أن يكون هناك شراكة طويلة مع لبنان، وتريد أن تعمل مع الحكومة اللبنانية الذي يلتزم بالتزاماته الدولية ومثل المحكمة الخاصة حول لبنان، ويلتزم بتقديم الأمن في جميع أنحاء لبنان ومع الشعب اللبناني أيضا. ما نقوم به في لبنان هو ليس بين دعم حكومة وحكومة، ولكن هناك كثير من البرامج التي تدعم أشياء بين الشعوب. يعني المساعدات العسكرية تحديدا لا قرار نهائي بعد. نحن ننوي كإدارة أن نستمر في دعمنا للجيش اللبناني طالما أنه يبقى ملتزماً ببسط سيادة لبنان على كل أراضي لبنان. نريد أن نرى جيشا لبنانيا قويا يدعم الاستقرار والوحدة والسيادة في لبنان. نريد أن نعمل معه.
ونحن نتشاور مع الكونغرس حول كيف نرى شكل هذه الشراكة، ونأمل أن نستمر في ذلك. أخيرا، هناك أزمة مستجدة بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ بالنسبة لي ميشيل، هذا أمر عادي. عندما تتحدث عن حدود في أي مكان في العالم، سواء كانت بحرية أو برية، عادة الأطراف، ودائما الأطراف يكون لديها ادعاءات مختلفة. كون أن اللبنانيين والإسرائيليين لديهم ادعاءات حدودية، هذا أمر لا يجب أن يقلقنا، لأنه هذا يحدث دائما. كيف يمكن حل هذه المسألة؟ الطرفان يسجلان ادعاءاتهما في الأمم المتحدة، ونأمل أن هذا سيؤدي إلى عملية تقود إلى حدود يتم تحديدها، تسمح للطرفين باستغلال الموارد بدون خوف من أي نزاع، وأن تجذب الاستثمارات. أحد الأمور الهامة لتحديد الحدود هو أن الشركات الدولية لن تساعد لبنان أو إسرائيل في تنمية مواردهما طالما هناك نزاع. إذن هذا الأمر في رأيي لا يجب أن يقلقنا كثيراً. علينا أن نفكر في كيفية حل هذا الموضوع بحيث يمكن للطرفين أن يستغل الموارد. في مصر سعادة السفير، عادت التظاهرات إلى الشارع، وهذه المرة ضد المجلس العسكري المصري. هناك صراع أيضا بين الليبراليين والإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية حول الدستور أولا أو قانون أو الانتخابات أولا. كيف تنظرون إلى الوضع في مصر؟ هذه أسئلة على المصريين أن يجيبوا عليها. لا نستطيع أن نحدد أو ينظر إلينا على أننا نحدد الرزنامة الانتخابية في مصر. هذه أمور على المصريين أن يجيبوا عليها. هناك كثير من الخبرة الدولية المتوافرة، هناك عمليات انتقال تحدث حول العالم قد توفر دروس مستفادة يمكن المصريين أن يستفادوا منها من خلال دعوة بعض الخبراء الدوليين في هذا المجال. ولكن في النهاية المصريون سيجيبون على هذا الأمر وليس الولايات المتحدة. من الواضح أن كل الأطراف السياسية هناك أمور يريدونها الناس، حكومة مسؤولة تستجيب للناس، تخلق الوظائف والفرص وتتمتع بالمساءلة. وحتى نصل إلى هذا الأمر، هناك انتخابات ديمقراطية ومصر تتجه في هذا الاتجاه، ولكن شكل هذا الأمر الذي يوافق المصريين، هذا الأمر يعود المصريين. حوار مع الإخوان المسلمين، يعني بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين، وماذا حقق حتى الآن؟ الإخوان المسلمون بالقدر الذي يقبلون فيه القواعد الديمقراطية للعبة، وأنهم يعملون ضمن سيادة القانون، ويقبلون احترام الأقليات، إنهم جزء من المسرح السياسي في مصر، ونحن نتعامل معهم. إنهم مجموعة من عدة مجموعات في مصر نحن لدينا اتصالات معها. يعني هل تطور الحوار معهم؟ وصل إلى نتيجة معينة، إلى خلاصة معينة؟ إنهم جزء من التضاريس السياسية في مصر، ونتعامل معهم على هذا الأساس كما نتعامل مع أطراف أخرى في المسرح السياسي المصري. عن العراق، مسألة الوجود الأمريكي بعد نهاية هذا العام لم تحسم بعد. الرئيس طالباني قال إن مجلس النواب لم يتفق بعد على حل لهذه المسألة. برأيك كيف سيتم حل مسألة الوجود الأمريكي في العراق بعد نهاية هذا العام؟ أولاً، بغض النظر عما يحدث، سيكون لدينا شراكة طويلة مع العراق. الآن نحن من المقرر أن نوفي بنصوص الاتفاقية. إذا طلب منا العراقيين أن نقدم مساعدة فيما بعد ديسمبر 2011 سننظر في الأمر، ولكن الأمر المهم هو أنه بغض النظر عما يحدث في الجانب الأمني، نحن نريد أن يكون لدينا شراكة طويلة مع العراق. لو نظرت إلى العراق في العقد الماضي، العراق كانت
عنصر عدم استقرار في المنطقة، غزت جيرانها، استخدمت الإرهاب، وكان هناك فضاء على حقوق الإنسان ضد شعوبها. الآن هي على مسار لعب دور إيجابي في المنطقة. الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكة على المدى الطويل مع العراق. هل يطلبوا منا أم لا؟ سنكون هناك بالجانب الدبلوماسي وجانب التدريبي وجوانب أخرى من خلال شراكة طويلة. أخيراً سعادة السفير، كيف تنظر إلى مستقبل الشرق الأوسط بعد كل هذه الاحتجاجات والثورات التي يشهدها العالم العربي؟ هل تنظر بتفاؤل أو بتشاؤم إلى هذا المستقبل؟ I would describe myself as optimistic. أنا متفائل ولكن واقعي، متفائل على المدى الطويل ولكن واقعي على أنه على المدى القصير سيكون هناك الكثير من الصعوبات وعدم اليقين. عمليات الانتقال ستختلف من مكان لآخر، تونس إلى ليبيا مثلا، نرى وجهان مختلفان. لا يوجد هناك وجه واحد أو حل واحد لكل هذه العمليات الانتقالية، ولكن على المدى الطويل هناك إمكانية للحكومات التي أكثر استجابة لحاجات الشعب لأنها تم انتخابها من قبل الشعب وتستمع إلى الناس، وهذا يقود إلى منطقة أكثر استقراراً على مدى الطويل. أنا لا أقول أن الأمر سيكون سهل، أو ليس لأن هناك حكومة منتخبة في بلد ما بدلا من العسكر أن هذه الحكومة ستحب ما تفعله الولايات المتحدة دائما، ولكن ما أقوله أنه وجود حكومات تستمع إلى مطالب الناس وتستجيب إلى مطالب الناس وتتغير من خلال الانتخابات الديمقراطية، سنجد هناك وضع أن كل دول المنطقة تكون أكثر استقراراً وتستطيع أن تجد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. شكراً سعادة السفير. شكراً يا ميشيل. كنا مع مقابلة مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان الذي تحدث عن ملفات المنطقة من ليبيا إلى سوريا إلى لبنان ومصر والعراق. في النصف الثاني من هذه الحلقة سنناقش الملف اليمني. ضيوف هذا الجزء من هذه الحلقة: محمد قباطي السياسي اليمني المعارض من لندن، وينضم إلينا من وزارة الخارجية الأمريكية متحدث باسم قسم الشرق الأدنى أمبروس سيلز، ومن واشنطن أيضا جيمس كارافانو الباحث في مؤسسة هيريتج للدراسات. الملف اليمني في الجزء الثاني من ساعة حرة: التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالحرب على القاعدة في زنجبار، المبادرة الخليجية، وعودة الرئيس صالح إلى اليمن. تابعونا.